كنا اول فريق في الجامعه ديال الرباط اللي طرح هاد المساله هذه عن طريق سؤال كتابي. كنا طرحنا سؤال كتابي على الرئيس السابق للجامعه السي الصديقي وجاوبنا بالحرف. الجواب ديالو جاوبنا بالحرف وما زال مدون دابا في المحضر، كيقول انه لا يوجد موظفون اشباح في جامعه الرباط. وها هو اليوم تقرير ديال مجلس اعلى الحسابات الجهوي الحسابات الرباط سلا قنيطرة يقول العكس، يقول ان فقط 36% من الموظفين من ديال الجامعه اللي كيحضروا مقرات العمل ديالهم، كيقول ان موظفين متوفين ولا متقاعدين لا زالوا يتقاضون الاجور ديالهم، وكاينين الاسماء في التقارير. حنا التقارير ما غاديش نخرجوه للعموم لان فيه معطيات شخصيه، ولكن نقدر نقول لك ان التقرير فيه الاسماء الموظفين والتواريخ ديال الدفع ديال الاجور ديالهم. فيه مجموعه ديال الموظفين ما كاينينش في القوائم ديال الموظفين ديال الجماعه، ورغم ذلك الخزينه العامه كتصرف الاجور ديالهم للميزانيه ديال الجماعه. وعاد واحد مجموعه ديال الفضائح الاخرى اللي ذكرتو كتعلق بمدير المصالح اللي لا يتوفر على الدبلوم يؤهله لشغل هذاك المنصب. منصب عنده شروط قانونيه، والمدير العام للمصالح اللي عيناته الرئيسه السابقه اسماء غلالو لا يتوفر على الدبلوم المخول له. بالاضافه للناس ما دوزوش امتحانات الكفاءه المهنيه، كانوا غايبين وتم وضع لهم نقط، كاين نقط ديالهم تعطاو هما ما حضروش. كاين الجامعه ما كانش كتادي الاقساط ديال المساهمات ديال صناديق التقاعد. هذه كلها اشياء كنا كنقولوها، احنا كنا كنسمعوا بها، كنا كنطرحوها، ولكن ما كانش عندنا الحجج. دابا ان احنا كمستشارين جامعيين خصوصا في المعارضه ما عندناش الصلاحيه القانونيه باش نمشيو نشوفوا الوثائق ونطلعوا عليها ونقوموا بواحد الفحص ونديروا لوديت ونديروا. اليوم مجلس اعلى الحسابات قام بواحد التقرير لانه كنعتبروه ممتاز، خاص يكون اجراءات قانونيه اللي غتبع التقرير. وحنا صدرنا بلاغ الاسبوع اللي فات كنطالبوا فيه المحاسبه ديال كل المسؤولين على راسهم الرئيسين السابقين للجامعه، لا السي الصديقي ولا السيده اسماء غلالو، وكل المسؤولين اللي قبل، لان حتى الجامعه كان فيها مسؤولين قبل، راه الامرين بالصرف اللي كانوا في الجامعه قبل كانوا هما الولاة ديال الرباط ولا العمال ديال الرباط، كانوا هما الامرين بالصرف، حتى هما كيتحملوا واحد جزء المسؤوليه ديال التدبير ديال الموظفين. وكنتمنى ان هذا الشيء هذا ما يوقفش هنا، يكونوا المتابعات ويستمر يمشي هذا الشيء لابعد حد.